دابا السي بن كيران صوروا في جوج ديال الصور، صور الحزب الضحيه اللي كيتعرض للمؤامرات، اللي كاين جنود في الخفاء. تما هذه كتشك فيها؟ لا لا انا ملاحظ، انا ماشي ديال العدد الكميه. الا كنتي ملاحظ واش كتلاحظ؟ من طبعي كنشك البرامج، لاحظتي البرامج اللي كانت في القنوات داك الشيء من 16 ماي. انا دابا انطباع، انطباع وتعطيني التفسير ديالك، انطباع وتعطيني التفسير ديالك. دونك الصوره الاولى هي صوره الضحيه اللي كما قلت كاين ناس في الخفاء اللي مكلفين به هو، وصوره الملاك الطاهر المنقذ من الضلال من كل شيء. كتجيني هنا من ضمن الانتقادات اللي كتعطى الحزب، اللي كتوجه الحزب، هو استغلال الدين. انا الا كنت ما كنتش كنصدق نقدر نصدقها دابا. شي 4 ولا 5 ديال الايات القرانيه وما نقولوش ما عنديش، ما كنعطيش اعتبار القران او الاستشهاد بالسلف الى غير ذلك، ولكن راه السياسه هذه كما كنقولوا الواحد الله يخليك. لا السياسه قلتي السياسه هذه، شرح لنا السياسه شنو هي؟ انا جاي كاستاذ، انت اللي غتشرح لنا السياسه. انا مجرد صحفي صغير. السياسه هذه انت عارف علاش كتهضر؟ انا جاي كاستاذ، حيت انا السياسه بالنسبه لي هي هذه. ما خليتنيش نكمل استاذ، ما خليتنيش نكمل. كما كننتقدوا في بعض الناس انه كيستغلوا وسائل الدوله او كيستغلوا المؤسسه الملكيه او كيستغلوا قربهم للملك وكتستغلوا الايات القرانيه، وهذه ملك الجميع. غدا غادي نوضوا على الحزب السياسي يقول لك شداك السي بن كيران غادي كدوي وكتستشهدي بالقران، القران للجميع. كنديروا السياسه جي نتعاقب لانه للجميع نسد به. لا ماشي ما نسدش به. كيفاش للجميع نسدوا عليه؟ ابدا. او على الموتى. ولكن راه فيه دي ميساج بوليتيك. هذه عجيبه. دابا حنا ملي كنقراو التاريخ ديالنا كنلقاو اللي جاي يتكلم، اللي جاي يتكلم تيجيب الايه ويجيب الحديث. كتعطي رسائل سياسيه بايات قرانيه. واش كتمارس السياسه ولا كتمارس الدعوه سي فوالا بلاتي نجاوب السي الرمضاني؟ راه كله هو غنتهم باه باللي هو كيستغل الدين وسمى راسه الرمضاني. رمضان رضوان با ما مرشحش وما كاينش لهذا انا بسميه با ناعس في الدار دابا. ايوا اسمح لي. لا راكم في المغرب. انا ما كنتش خليني الله يهديك. لذلك السي رضوان قلتي غادي يطرح، غتخليني نجاوب. انا كنتفضل استاذ تفضل. اولا بعدا واش حنا ضحيه؟ انا غنقول لك نحن علينا مؤامرات، لا نقول بانه مكلف بها احد، ما قلتش هذا الكلام. انا عندنا أعداء طبيعيين، أعداء طبيعيين متضايقين من واحد الشريحة قارية بحال اللي قراو الناس، متقفة بحال اللي متقفين الناس، عندها أخلاق وعندها قيم، ما مستعداش تقسم الكعكة. كيحاربونا وبجميع الوسائل، ولكن حنا ماشي ضحية، هما اللي ضحية والدولة اللي ضحية. علاش؟ لأنه كنقول أنا إذا كان عندك واحد الولد تيقول لك كلام مزيان تنوض تبدا تضربه، لانه ما قبلش منك واحد التصرف ماشي معقول، غير معقول. بالعكس فتح له المجال حتى الا كان خصو شويه ديال النضج ينضج. فاحنا ماشي ضحيه، تاكدنا هذه القضيه، وما عندنا حتى شي مشكل، ما عندنا حتى شي مشكل. الهم ديالنا الاول هو بلادنا وهو يتقدم الامور. اما القضيه ديال الملائكه، احنا ماشي ملائكه، احنا ناس عاديين، ولكن على الاقل لحد الان بقيت التربيه اللي تلقينا النهار الاول على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى كلام السلف الصالح ما زالت تمنعنا ان نقبل المنكر في انفسنا او نمس المال العام او نصل الى شيء من هذا. ولهذا ماشي احنا ملائكه، ولكن الناس كيشوفونا احنا مختلفين. وهنا باش تفهم علاش رغم كل الحملات اللي دازت على العداله والتنميه من 2003 حتى 2007 ورغم ذلك 500,000 مغربي حالفين تيصوتوا على العداله والتنميه. ولكن السي بن كيران الله يكثر خيرك ما يلاحظ. اما الاستغلال ديال الدين، نقول لك واحد القضيه الاخوان، دابا فهموا واحد المساله، ماشي الا قلت انا ايه استغليت الدين، انت داك الشيء كتقولو كتحكم على النيه ديالي. ما قلتش النيه ديالي غير كمل السي السلطه كمل السي كمل. الا قلت ايه واش في محلها ولا ماشي في محلها؟ الا ما كانتش في محلها رد عليا.